شيء بيدعو دائما للفخر في احتفالنا بعيد القوات الجوية 89. معنا للمزيد سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. صباح الخير لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. نحتفل طبعا بانتصارات 6 أكتوبر وعيد القوات الجوية مع مزيد من الاهتمام والتسليح للجيش المصري والقوات الجوية. رؤيتك لهذه النظرة الثاقبة دائما للقوات المسلحة المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير فأنا عليكم وعلى مصر وعلى الدول العربية كلها. النصر ده يعني يمكن رفع رأس الدول العربية كلها مش مصر. أكيد صحيح. احنا دكتور هشام احنا عايزين نطمئن احنا كمصريين على وضع قواتنا الجوية الآن في 2021. والله خليني برضو اتكلم بصوره عسكريه علميه. ال 73 كان مدى الطائرات قليل جدا وكان مدى الطائرات الاسرائيليه كبير جدا يقدر يصل الى عمق مصر، ودي اول معيار بنحطه في المقارنه. لما تبص دلوقتي هتلاقي مدى الطائرات المصريه اللي نمتلكها يعني على رأسهم الرافال والميك 29 يصل إلى مسافات كبيرة جدا خارج الحدود، تصل إلى يمكن 3000 و 3500 كيلومتر، إضافة لوجود إمكانية التمويل في الجو فبيتضاعف المدى. وده أول معيار، يعني أول معيار ما تقارن بين القوات الجوية وأي قوات جوية أخرى أو أي عدائيات هي من الذي يستطيع أن يصل إلى عمق الدولة الأخرى. فأدي أول معيار الحمد لله يطمننا جدا على يحل في إيدينا حاليا. النقطة الثانية التكنولوجيا العالية جدا اللي موجودة في الطائرات، الطائرات برضه الرافال بتشيل حوالي 9.5 طن تسليح متنوع. الميج 21 في 73 كانت بتشيل يا اما صاروخين يا اما قنبلتين، عدد يعني قليل جدا من التسليح. فده معيار ثاني، انا بحاول اتكلم بصورة علمية عسكرية. تمام معايير علمية دقيقة بالظبط كده. تمام. فطبعا المقارنة الحمد لله دلوقتي مع أي عدو هي لصالحنا. النقطة المهمة أن المقاتل هو الأساس في معادلة القوى العسكرية. فالمقاتل اللي كان عنده الروح العالية جدا في 73 اللي قدر يتغلب بإمكانيات قليلة على عدو عنده إمكانيات ضخمة، يمكن أشهرهم في المعارك معركة المنصورة الجوية زي ما حضرتك تفضلت، وأيضا الضربة الجوية اللي بدأت في بداية الحرب وكل ما هو حصل أثناء الحرب من قوات جوية القوات المسلحة. هتلاقي نفس المقاتل هو بيحمل نفس الروح، لأنه برضه هقول إن اشتراكنا في ضرب إرهاب خارج الحدود طرفا للي داخل الحدود، أيضا هتلاقي التدريبات والمناورات الضخمة زي قدر 2020 وقدر 21 2021 التدريبات المشتركة اللي موجودة بتقول إن ما زال هذا المقاتل الآن يحمل نفس الروح وعنده الاستعداد للتضحية. وبالتالي ده يساوي ورقة ردع هامة جدا للعدو وأيضا اطمئنان للمواطن. طيب دكتور هشام، يعني ممكن هنا مثلا حد يقول انه حضرتك بتتكلم عن المقارنة مع اي عدو، تحديدا احنا يعني لنا عدو واحد الان وهو اسرائيل، يعني اسرائيل عدو ابدي لمصر معروف، يعني هذه قاعدة يعني قاعدة عسكرية وسياسية يعني. لكن إسرائيل مسلحة من قبل الولايات المتحدة ومسلحة من قبل القوى الغربية، وإحنا مش ممكن نصل إلى مستوى التسليح الأمريكي أو الغربي لإسرائيل، يعني ترد عليه تقول له إيه؟ طبعا أرد أرجع تاني ل 73، كان حجم الدعم لإسرائيل من التسليح والتدخل العالي جدا لصالح إسرائيل كان غير مسبوق. وأدي لحضرتك مثال، اديهم دعم من طائرات اسرائيليه الاس ار 71 طائرات استطلاع بطيارين امريكان، اديهم دعم جسر جوي وبحري فضل شهر من بدايه 13 اكتوبر لمده شهر، نقل لهم 85000 طن معدات عسكريه واديهم 30 طائره فانتوم و40 طائره سكاي هوك. في اكثر من كده دعم في 73، يعني ببساطه كده هم عملوا لهم جيش ثاني صحيح زياده على الجيش اللي في ايديهم
كان نعم. ايضا من ضمن الدعم تشكلت لجنه في امريكا صحيح في امريكا. احنا فندم بنشكر حضرتك جدا سياده طيار دكتور هشام الحلبي اللواء والمستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا، شكرا جزيلا لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير مره ثانيه.